يسعى كل البشر انسى انه في قدر يلي من طبع الغدر يا زمن ما له أمر يشوفني. طيب ماشي، انا رايح لعنده فورا، انا لازم امشي. منور يا معلم. مو مشكله، نشوفه بكره بعد بكره. شرف. اهلين معلم كسمو. هذا صار عني شيء؟ ايه. مين؟ خالتي ام نزير اجت وسالت عنك، بدك ضروري ضروري ضروري. بس بحصب لي كاسه شاي عشان صحصح راسي. ويا ويلك يا حمدي اذا بدري انك عم تعمل عوانطه بالمحل. فهمان ولا مو فهمان؟ فهمان ولا مو فهمان؟ فهمان. ما بدي. الله يخلصني منك. شو جبار. ايه الله يرحم ايامك يا معلمي نزير ويفك اسرك. عندك يعني؟ شو كنت عم تعمل انت ومحدين عند عبد الرزاق؟ بصراحة يا خالتي رحنا مشان ناخذ عنوان نوري وسلموا للشرطة. وشو عرفوا هذا التاني شو صاير معنا؟ صدقيني ما بعرف يا خالتي، بس اللي بعرفه انه حلف يمين الا ما يمسك النوري والا ما يطالع معلمي نزير من الحبس. ولك انت مو منبه عليك معلمك انه ما تشكله لمحدين؟ طب يا خالتي انا شو طالع بايدي؟ انا حسبتها الشغله فيها اعدام مشنقة. قلت لحالي بخلي معلمي محدين يساعدنا، ولما يطلع معلمي نزير من الحبس يبقى يطحبشني. المهم يطلع. معقول والله؟ في عندكم اكل؟ لا والله ما صفينا غير شويه معود كبار. يا علي استنى لحط لك اكل. يا
شلت زنفتك اي مدة؟ لانه دنبك اعوج، عجبك عجبك، ما عجبك انطح راسك بالحيط. لا يا كف انت. خليك احكي عجبك شو بك مسلم شوي وشو اشتغل؟ الله يخلي لك حبايبك يستر على اختك خليني يسلم معك. شرف تفضل. مرحبا استاذ ابو زيد. السلام عليكم يا شباب، يعطيكم العافيه. الله وكيلك يا سيد ابو زيد. السيد نزير شرباك بالخير، والله الواد امي ما في منه ملك بشرف يطير. خلاص حط ايديك على الحيط. شو صار معك؟ شو؟ ما سألك محدين عني؟ لا والله ما سألني. يعني ما قلت له اني رح انخطب؟ قلت له بس عم يحاله مو سامعه. كتر خير. امي وين السوبر طقس؟ لك بدك تفلجني انت؟ مو هلا قلت لي فوتي ساوي لي كاسه شاي؟ شو اللي خلاك تشرب؟ عبد حبيبي انت مالك لقيان فوتت مستشفى مره ثانيه، لك ما بتخاف على صحتك؟ خلص خلص وحياتي خايف على صحتي، بعدين رح اشرب هدول، شايفيتهم بس؟ وحيات دلول بس هدول، بعدين لو تعرفي لو تعرفي شو جبت لك لو تعرفي. خي يا عمي، خي يا روح ولعبد الرزاق انت. هي قلم حمراء وهي علبة كالونيا بريحة الياسمين لأحلى دلولة. عبد أنا ما بدي منك شيء، أنا بس بدي إياك تدير بالك على صحتك كرمال الله حاجة تشرب. خلاص حبيبتي خلاص خليني مبسوطة، لا ما رح أشرب وحياتك ما رح أشرب. قومي حطي لي هيك حبتين بزيتون وشوية جزر وهيك كمط على الجبنة. والله اللي بيسمعك بيقول نحن براتنا عمران بالأكل. طيب صح والله الحق معك على راسي وعيني. تفضلي وهي مصاري، قومي جيب اللي بدك إياه. يا سواد وجهي من بيت ام نزير، شو بدي اقول لهم؟ اخذنا منه مصاري مشان ندلهم على بيت الزلمه؟ مين؟ بلال انا افتحي. كل شاء الله بتقبري. تقبري قلبي اشتقت لك. شلون ودي؟ ما بقدر طول، بدي اروح لعندك واجيب كم غرض وارجع على البيت. او شلون خلاك تطلعي هذا ال خلاني ما بتعرفي كل ساعه بعقل. هلا خجو شو عم يصير عندكم؟ ليش محددين بده عنوان النوري؟ اخ يا دلو اخ قصه طويله ما بيعلمها غير الله. إلا كان اسمعي بركي بكره بنخطف لي ابو نص ساعه زمان وبفهم منك شو صاير. وليه ليش مغندره؟ شو عندي؟ لا تقرفي جاييني خطابين. ايه وان شاء الله شي محرز. لا تضحكيني الله يسترك. لكن دلو شو كان عم يعمل عندكم محدي؟ تقبريني لانه عبد الرزاق هلا بيعمل لي بدن اذا تاخرت. انا بكره بمرق لعندك نحكي بكره. سعيد اللي خاطرك اكلك مثلي. مرحبا يا تاج راسي. اهلا وسهلا. هون بيت السيد نزير؟ ايه نعم. حضرتك ابو سليم؟ نعم انا ابو سليم شريف، شرفنا. يعني كان لازم هذا المعط انت الثانيه. يعني هو مو شايفني ما بيعرفني من قبل مثلا؟ تقبريني مشان الله شو بدك تعملي يعني؟ ما بتعرفيني انا خالتي؟ خلص مرقلنا هالليله على خير تقبري امي. مع اني انا شخصيا يعني ماني محبه كل هالقصه. انا ما عرفت طريقته. وينه اخو المحروس تاج راسي وينه؟ والله يا ابو سليم انت رح تصير واحد من هالعيله وما في داعي نخبي عليك. هذا يا سيدي نزير صار له موقف بسجن عدرا كذا يوم. لا 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 خير شو القصه؟ تبلي. الله وكيلك تبلي. اتبلوا اولاد الحرام ما في شيء. اكيد تبلي. انا قلت لحالي بيجي يعني بشوفه وباخذ موافقته لانه معلومك موافقه رجال البيت ضروريه يعني والواجب واجب. لا عيني الكلمة هون إلي أنا، إن كان هو هون وإن كان ما هون. ولازم تعرف هالشي، صحيح هو رجال البيت بس الكلمة إلي أنا وبدي إياك تعرف
على كل إن أنا أخذت موافقته. على راسي، على راسي، وكلامك طابه على راسي من هون، بس يعني في بيناتنا أخذ وعطى بالكلام وود يعني، وأنا بلا مؤاخذة يعني أنا بهالأمور ما بحب المطمطة بنوب، بحب يومين ثلاثة أخطب والتالي تكون متجوز، وأنا كل شيء جاهز عند مني، وبلا ما نقولي يعني ما رح أسكنها مع نسواني، لا أنا شايف لها غرفة إلها شرحة لحالها بالكيكية، ومصرياتي جاهزين، والشيخ بعشر دقايق بجيبه. ايه بس انا ما بقدر جوزك يا هلا، يطلع اخوها. اهلين، بركي ما طلع بسنه سنتين. ايه بتمك فارق على هالحكي. ايه لك انت ما بتبطل دج. مقبوله منك يا تاج راسي، مقبوله. تفضلي عدي لنشوف هالمهيه يعني. ابو سليم، نعم. خذ وعطي معي الي، انا خطبه هلا بخطبك اياها. جواز ما في لا يطلع اخوها، ان طلع هلا ولا طلع بعد 10 سنين. وعلى قولة المثل، اذا عجبتك الكحله دنبها، واذا ما عجبتك اقطشها. من دنبها ليش لا؟ من دنبها. الظاهر الأستاذ محدين اليوم مو رضيان علينا. لا والله بالعكس، أنا أجيت مشان أشوف شو بدك مني. بس اللي فهمناه إنه حضرتك طلبت تشوفني. لا، أنت اللي حابب تشوفني وقلت لي إمتى ما بدي أنت جاهز وأنا أجيت. ما قلت لك يا أستاذ جهاد إنه نحن رح نكسب شخص كتير ذكي. طبعا من غير ما تحكي أنا شايف، وصدقني إلي الشرف إنه يكون صديقي. صحيح استاذ محي الدين، احنا نسينا نسالك المدام ليلاس كيفها؟ سمعنا انه في شويه خلافات بينا.
هاني وائل قالوا لكم ها؟ أنا كنت عم بستنى بس لحتى أتأكد إن هدول ما بدهم مصلحة، هدول بدهم يستفيدوا منك. وأنت اللي بدك مصلحتنا ما؟ هات لشوف. شو مصلحتنا بقى؟ يا عيني عليك يا أستاذ محي الدين. أنا برأيي إنه نكشف ورقنا كله قدامك. أنت تجوزت لي لاس مو لأنك بتحبها، أنت تجوزتها مشان مصريات، وإياك تقنعني إنك بتحبها. بس جلال بيك، شو اللي بيخلي واحد مثله يقدم بنته على صينية من ذهب لواحد فقير ومثل سيان مثلك هيك لله بالله؟ لحظة خليني أكمل كلامي. السؤال الأهم الثاني اللي ما سألته لحالك، وحدة مثل ليلاس حواليها 100 شاب عم ينطروا إشارة من إصبعها، شو اللي بيخليها تقبل بواحد مثلك؟ لا تقلي إنها بتحبك. هلا لوينك توصل؟ ببساطة جلال بيك اشترى لبنته عريس درويش لا حول له ولا قوة. روح روح تعا تعا ماشي. أنا لا زودت كتير حسن. أخي محدي ما تنزعج كتير، كتيرين بتمنى يكونوا محلك. هاي ليلاس الحلوة بن جلال بيك. انت بتعرف انه فؤاد حاول يحوم حوالين ليلاس ولما ما طلع معه شيء عم بيحوم حوالين كارس. والشاطر هلا اللي بيقدر يستفيد منه، وانت اكثر واحد بامكانك تستفيد منه. ليش تركتهم طالما تستفيد انت؟ لانه جلال بيك ما عاد بده يعني. بعدين في شغله ثانيه ما فيني لك. لا هذا مو حكي، احنا اتفقنا نلعب على المكشوف. ما هيك هيك ما حيمشي الحال بيناتنا. لك شو بعد ما تقول له يا سيدي رح اقول لك. اكتشفت انه هي على علاقه بابن خالتي، ولما فتحت لها بالموضوع قالت لي انها بتحبه. وقتها كنت غبي واخذت موقف. مشان هيك الحل الوحيد لترجع كرامتك انه تاخذ موقف بايدها. بدك يعني اخذ حق كرامتي يعني؟ طبعا. لانك ببساطه يا استاذ محي الدين رح تطلع من المولد بلا حمص ورح يقلعوك، ومشان هيك حضرتك جيف وقبلت دعوتي. شوف نحن مو طالبين منك يعني انك تحط ايدك بايد جهاد حتى ولو بشكل سري. تفضل تفضل ارتاح تفضل. يعني هيك انت بتستفيد وجهاد بيستفيد، وهيك يا سيدي بتنتقم لكرامتك. طبعا. وهلا شو قلت؟ تركوني فكر هون انت وياه. ركبت المسافة الثانية خبيتك وجيني
خفت؟ طيب ما خفت؟ رح وقف قلبي. شو ناوي تعمل هلا؟ بعدين تعرف. بقول لي شو؟ اطلبي جوز ديلاس خليه يروح مكتب فؤاد. حاضر استاذ. سيد محيدين، استاذ فؤاد عاوزك بالمكتب. وقع على رياض وما تشغل راسك لانه توقيعك مساله روتينيه. يعني انا ما فهمت شيء من الصفقه، ما فهمت غير بسم الله الرحمن الرحيم، عن شو عم تحكي؟ رح ينزل اجهزه كهربائيه باسمك، رح تروق معك يا عم، شفت؟ ورح يعم الخير على الكل. شفت اللي بيناسب جلال بيك شو بصير فيه؟ ايه وحضره جلالك ايمتى ان شاء الله حتناسبه؟ بيعجبني ذكائك، عم تفهم علي. بس الشغله منا سهله، تفضل وقع. ايه؟ بنوقع. شو جايينا؟ وين؟ هون بالصف الثاني. امسك لي السيجار شوي. هون؟ نعم. هاي السيجار تبعك وشكرا. أنا ربيت بناتي أحسن تربية، درستهم بأحسن مدارس وقدمت لهم كل شيء، مصاري وحنان، حريتهم أخذوها كاملة. من وقت اللي كانوا صغار كانوا يعملوا يلي بدهم إياه، إلهم حياتهم الشخصية وإلهم أفكارهم ومشاريعهم الخاصة، وأنا ما بتدخل إلا بالوقت المناسب، وقت اللي بحس بأنه تدخلي ضروري. حقيقة ونعمة التربية يا جلال بيك. أفضل طريقة لتربي بناتك انك تعطيهم الحريه الكامله، لكن ضمن الحدود. يلبسوا شو ما بدهم، يروحوا وين ما بدهم، يحكوا مع مين ما بدهم، لكن وحطوا لي خطين تحت لكن، اهم شيء ما يتاخروا بعد الساعه 10 لحتى يعرفوا انه في قيد مربوطين فيه. وهي الطريقه مو من عندي، هي الطريقه الغربيه في التربيه. انا اسف على الولدنه والحمرنه اللي طلعت مني. أنا بعذرك لأني بعرف إنه صار في عندك ظنون بمخك. الحكمة الروسية بتقول لا توجد إلا امرأة شريرة واحدة في العالم، وكل رجل بيعتقد إنها زوجته. يا عين عليك يا جلال بيك، يا فيلسوف، يا كبير. خذ هدول المصروف، دبر حالك فيهم. مسيك. الحمد لله. عليك شو حلو فستانك، من لك هالفستان؟ يو دخيله، كله شحاده ولقلقه ومن كل بيت معلقه. هذا شحدتني اخر عروس سويتها. وين امك وصبحيه مو هون؟ امي طلعت لعند نزير على عدرا، وصبحيه عم تحمم. يا صبحيه دلال عنا، اطلعي بسرعه. هلا احكي لي، مين وهذا العريس اللي اجى مشانك امبارح؟ عدي. ما قلت لي ابو سليم ما غيره. ايه وناويه توافقي عليه؟ قال من القلة ماله علة، اليوم رايحين نشتري الخواتي. ايه ان شاء الله الف مبروك تقبريني. ومحدين صرفتي النظر عنه؟ لا والله، هو اللي صرف نظر عني. احكي لي شو كان عم يعمل عندكم؟ والله يا خجل مالي عرفانه شو بدي اقول لك، والله خجلانه منك. احكي بالغلاظة. محدين دفع لعبد الرزاق 10,000 ليرة مشان يدله على بيت النوري، وجوزي الله يسلق بدنه من كتر ماله قليل أصل أخذ المصاري ودله. دله إن شاء الله بتخرجوهم بالهنا. هدول صاروا من طرف جيبته الأستاذ محدين، الله يرزقه.
معلم طيب بركة ما جنوري بسنة. والله بدنا نستنى سنة. هلا بالله بالله ما بتحبوا لو علمين زين؟ لك انت شو دخلك هذا السنة؟ ايه مبين لو ما بتحبوا زين. اسمع مني منيح، إذا صاروا لقطنا للنوري اصحى تجيب سيرة إنه أنا إلي علاقة بالموضوع. ها وشك صاير عرض اصبعتين. ما فيني شيء منيح انا. شو صار مع خجو؟ يا سيدي هذا الزلمه كثير مستعجل، واليوم اتفقنا مشان نفصل النقد وننزل نشتري الخواتم. خلص معناتها اتكلوا على الله، الله يقدم اللي فيه الخير. لك امي شلون ما بدها وقفه؟ ما بدك تكون على راس الجوازه؟ لك يا امي خلص، اذا الرجال رغبانا للبنت وخلص اموركم ظابطه اتكلوا على الله، بجوز انا طول هون ما بعرف امتى بطلع. هيك انت شايف؟ لك شو منغرش ما منغرش، باين المحل غالي. خالتي صار الذهب وما كان نفس الشيء، هون بياخذوا اجرة ايدهم شوي اكثر بس. هلا ياخذوا اجرة ايدهم اجرة رجلهم، اعتمدتوا عليه فوت نشتري. خلينا نعملنا فتله، شو خجو عجبك هذا المنغرش ولا ما عجبك؟ لك شبكي مو عرسي انا عرسك انت، شبكي؟ هلا حي الله شي امي. شو هي حي الله شي؟ اذا انت بترضيها ابو سليم ما بيرضاها. لك خجو قلبي انت غالي عندي كثير، غالي عندي كثير كثير. خجو لك لا تخليني اعصب منك. يا مرت عمي انا اعطيكي 25000 ليره من المدن، هلا مستعد اعطيكي 25000 ليره نقدمها لخجو. ايه بس انت شايفينها شوي يعني هاي شبك ابو سليم، شبك شبك فايت فينا مثل الصوص، والله ما لحقنا نروح. مو انت بدك ناخذ الاوكي من اخوها. شوفي هرب لك معلم. اخ وهرب معلمك؟ لك ما لك حيهرب. عمل لك ثانية كنت بشرك للتين، طلعت 6-7 زلم، انا 6-7 زلم، طلعوا لي 20 زلمة يا زلمة. قلت له معلم خذ واحد بس وترك لي البقايا. يا لطيف لك حمدي، واشتغل طق البوكس ما تلاقي زلم غير عم تطير مثل العوامة. جيت هونداي واحد يدعس معلمي، الله يلعن الكاذب، منين اجتني القوة حملت معلمي وقلت فيه حمامي. ايه 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 ايه
لك شو هاد؟ لك يا عيني عليك يا معلمي، لك شو هالحمامات الحلوين؟ معلم تعرف بالحمام؟ لك أنا اللي بعرف الحمام لك عمدي. طيب هاي شو اسمها معلم؟ هاي بيرملي. وهي بيرندي. وهي هاد شيخ شري، هاد يهودي، هداك زبيدي. لا شو زبيدي؟ هاد زبيدي نوع من الحسون، هاد الله العليم سيكي، هاد يا سيكي يا سيكا. معلم إيه؟ طيب وهذا شو؟ خشب. لا لا هذا الطير الواقف على الخشبة، هاد يهودي. مو هلا قلت لي هذا نمساوي يا معلمي؟ بقى ذاك النمساوي، بعدين شو بدك بالشغله؟ زين عبي مي على عيني. معلم نعم. الله يخليك يا معلم، تعرف تكشو؟ لك انا اللي بعرف، لك انا اكبر كشاش يا زلمه. شو معلم؟ شان الله جاي على بالي شوف كشه، كشه بالسما وعليا. معلم صلي زمان مو شايف كشه بنوب. نعيوني لك حمدي. كش معلم كش. الله يخليك، اكرم عينك. شري خليك محلك. كش كش. معلم يا معلم، وشلون هلا بدك ترجعوا؟ بسيطة. رجعوا رجعوا. أنا بحاتم، أنا بحاتم. هذا الرقم تنسيه حبيبتي. ايه بتنسي لي هذا الرقم. باي باي باي. لك انت ليش هيك عملت؟ اه مو هذا اللي بدكم اياه؟ هي تسبب دم مشكله بينها وبين دودي، ودودي اجى لعندكم. اخي شيلوني من الواجهه انا، الله يرضى عليكم. طيب رفيقك اللي عرفتها عليه ليش دغري خبص معه بالحكي؟ لانه غبي بصراحه. سارين بلش تغير خلايا، يعني ما بقى عم تسكت بنوب على نق طول النهار. يا اخي انا متفق انا وياكم انه خليها تعلق هي ودودي. وحلو يا اخي حلو، الله يوفقكم. اتركوني بقى اعتقوني. طيب طيب خلص، الله يعطيك العافية. عظيم معناتها خلونا هلا نشرب نخ بالجولة الاولى. الله يعطيك العافية. لا تأخذ أخي، خنقناك في الريحة. مو مشكلة أختي، بس ما تكون لوتوا السيارة. حطيت لك كيس زبالة تحتي، رح أخده معي هلا. يلا 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 خد هات عشرة. رحيم الله. يا حبيبي بلشت بشائر العرس تهل. إلك بحلق شواربي إذا هالعينة مو منحوسة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. وانت تعبريني فوتي على الحمام لجيب لك غراضك، كان جوازة مبينة من أولك. ها سريعتي مثل الفطيس. هلا بقشتك قشط فوتي. تعرفي شو المشكلة مرت عمي؟ أنو مشكلة؟ المشكلة إنه انكسرت إيدها اللي بدي لبسها فيها الخاتم. شوف ابو سليم، لا تزيد على قلبي من دون شيء امطني قلبي من هالفعل. حاضر مقبوله منك، يعني انا بكره جيب معي كاتب المحكمه. لك هيك وايدها مكسوره؟ مرت عمي انا شو بدي اتجوز ايدها؟ بدي اتجوزها لها بعدين خيروا البري عاجله. بالله الو يا ميت اهلي. ايه لكن استاذ لكن عرفتك. شو يوتشكو القاسي على الخبرية؟ لك يا صبحية يا صبحية كما شو النوري. هلا المحامي اتصل فيني. الله معك، الله يخلي لنا اياك، الله يطول عمرك. شايفة مرت عمي؟ شايفة شلون وجهي حلو عليكم؟ هي حيطلع نزير الحمد لله. شو بدي لك؟ جيب معي بكرة كاتب المحكمة. جيب جيب على راسي يا أحلى حمايل.
أبري قلبي يا خجو. الله يسعدك ويجعل كل أيامك هنا يا رب. آسف لأنه شكيت فيك. أنا اللي آسفة حبيبي. لا، على شو آسفة؟ أنت ما عملتي شيء، أنا اللي كنت غلطان و... أبوكي وضح لي الحقيقة واكتشفتني أنا اللي كنت غلطان، ما دخلك. يعني أنت ما أنك متضايق مني؟ لا أبدا، بالعكس. إذا حابة كمان يعني مشان تعرفي إني ماني متضايق وماني زعلان نطلع نسهر مع فراس وساري. إيه بس فراس وسارين لما شفتك انك متضايق منهم قطعت علاقتي معهم. هيك لك يا حبيبي حتى تعرف غلاوتك عندي. بعد حشيش دخلني انا وشو فرصفاصه هدول هلا بالمنفر بدك تعرف وين شيل ايدك شيل ايدك بمشي لحالي الله كريم وحياة هالشوارع من اجلك تحرك يا الله كبير شفت لك بحاتي مشان قلبت لك السحر الساحر حتى تعرف انه نحن بناخد حقنا بدراعنا ما حدا بيعلم علينا لك يلا شباب خلينا نشطف القوش اسمنا خلصنا من النجاسه النجاسه كلها يلا شرف يا عمي شرف تفضلي خالتي النذير شكرا عفوا هلا انت ومحدين كمشتول النوري لك الله وكيلك يا خالتي مثل ما عم حكيكي والله والله طلع فيك خير يا محدي يا لطيف يا خالتي بس لو تشوفي معلم حدين لما دري انه معلمي نزير بالحبس شو سوى رح يقيم الدنيا ويقعدها الله وكيلك بس اماني اني ما اقول لحدا ها ايه وانت قلت لحدا ما في يمكن انت خجو صبحيه حمدي يعني الحبايب بس عرفتي كيف بس ما حكيت لحدا غريب بس يستر اختك وعيتي تقول لها معلمي نزير والله بيشنقني يا الله يستر ما تقول له انت لا اعوذ بالله بتعرفيني ما بحكي انا بتعرفيني طيب لما انت ومحدين كمشتول النوري سالك شي عن خجو لا والله سلمنا الزلمه للشرطه وحمل الحال وراح راح طيب بدي اسالك لاخر مره المصاري منين جبتهم
بشر انسى انه في قدر يلي من طبع الغدر يا زمن ما له امل بكرة أحلى.